بسم الله الرحمن الرحيم. أعطر التحايا نرفعها إليكم مشاهدين الكرام، متابعي قناة الإيمان الفضائية، ومستمعين الأحبة عبر أثير إذاعة البشائر. أهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من برنامج فقه الشريعة. لازلنا وإياكم أعزائنا في إطار الحديث عن الزواج في الإسلام. فبعد أن تناولنا في الحلقة السابقة مسألة تعدد الزوجات، نتطرق الليلة إلى موضوع لا يلقى إجماعاً عند كافة المذاهب الإسلامية، الأمر الذي يحتم علينا أن نستعرض الأدلة الشرعية عليه ونقدم التفسيرات المنطقية لأحكامه التي على أساسها رأى فقهاء الشيعة الإمامية حلية ومشروعية ما سنتناوله تفصيلاً الليلة، وهو موضوع الزواج المؤقت في الإسلام. فما هي المسوغات التي حكمت بحليته؟ وهل أنه محدد بشروط معينة؟ ولماذا لا تتفق المذاهب الإسلامية على استمرار مشروعيته؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيبنا عنها سماحة الشيخ ياسر عودي، عضو الهيئة الشرعية في مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه. ولا يفوتنا طبعا أن نذكر أعزائنا المشاهدين والمستمعين أن بإمكانكم التواصل معنا عبر الأرقام التالية 00961-853-805 و00961-853-805 أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 00961-3-99-600 أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. السلام عليكم سماحة الشيخ. عليكم السلام. تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. سماحة الشيخ، إذا أردنا أن ننطلق بتعريف للزواج المؤقت، ماذا يعني الزواج المؤقت؟ وما هي الصيغة التي يجب أن تقال حتى يعقد هذا الزواج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. من ضمن التشريعات الإسلامية التي راعت حالة الحاجة الموجودة عند الناس هي تشريع الزواج، وباعتبار أن الإسلام دين واقعي يحاول إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية، فينظر إلى المصلحة العامة ويصب التشريع على هذه المصلحة العامة، حتى لو كان هناك ربما في بعض النواحي سلبيات معينة. من هذه التشريعات لتنظيم حياة الناس، خصوصا الشهوة الجنسية التي هي حاجة عند كل إنسان، ولا يمكن لله سبحانه وتعالى الخالق والمدبر والحكيم أن يترك عباده سدى من دون أن ينظم لهم هذه العلاقة، خصوصا وأنه يعلم جل وعلا أن استعمال هذه الشهوة في غير الطرق الصحيحة يؤدي إلى فساد المجتمع، بل فساد المجتمعات. ولذلك عندما لا يستطيع الإنسان أن يتزوج بالزواج الدائم لأسباب متعددة، قد تكون الحاجة الفاقة يعني المادية، وقد يكون التوقيت غير مناسب بالنسبة له، هو في حالة دراسة، وقد يكون أي مانع، أو لا، قد يكون المجتمع غير لا يتقبله كزوج أو كزوجة لتقدمه أو تقدمها في السن أو ما إلى ذلك. فلا يمكن أن نترك قسما كبيرا مثلا من العوانس، قسما كبيرا ممن لا يجدون نكاحا زواجا، قسما كبيرا من ذوي الحاجات، قسما كبيرا من دون تشريع، ولا هذا يصبح ظلم، وظلم قبيح على الله سبحانه وتعالى. وإلا كمان أيضا كان التشريع ناقصا. طبعا، وكان التشريع ناقصا.
فالزواج الدائم هو حل لمشكلة الناس، وهذا أمر طبيعي يسعى إليه كل من استطاع إليه سبيله. لكن هناك الكثير في المجتمع لا يستطيعون الوصول إلى مثل هذا، فماذا يفعلون؟ فوجد الزواج المؤقت. الزواج المؤقت هو عبارة عن حل مشكلة ليس المطلوب فيها الاستقرار النفسي بقدر ما تنعكس حالة يعني إشباع الرغبة بالاستقرار، تلبية الحاجة، بالاستقرار النفسي، تلبية الحاجة لكي لا يقع في الحرام ولكي لا يقع في المحذور. وقد شرع الإسلام ذلك بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، وجعل المهر في ذلك فريضة ملزم بها الرجل، لا على أساس أنه يشتريها كسلعة تباع أو تشترى كما في أماكن الدعارة والعياذ بالله، بل من جهة أن هذه المودة التي يخلقها المهر على أساس كونه هدية يعني يتقرب بها إلى الطرف الآخر. يعني المهر شأنه في الزواج المؤقت كشأن المهر في الزواج الدائم، نفس الكلام، هو نحلة يقدمها هو الزوج هدية لزوجته، يعني هدية توجب استعطاف الطرف الآخر، يعني لا يمكن أن نفكر فيها أنه اشترى بضعها أو اشترى كذا كما يعبر عنه، لا، هذا ليس سليما، بل هو عبارة عن هدية يقدمها الزوج كما يشتري لها أي شيء آخر، لكن جعلت هذه الهدية واجبة وجعل له الخيار في أن يهدي إذا شاء في أمور أخرى. فهذه الآية الكريمة طبعا فسرت خصوصا من قبل الأوائل الذين يعني من الصحابة والتابعين، مثل ابن مسعود، مثل ابن عباس، نعم، مثل أبي بن كعب، مثل ابن جبير، مثل الحسن، مثل الجبائي، مثل يعني هذه من كبار مفسري الصحابة والتابعين، نعم، فسروا هذه الآية بالعقد المنقطع، بالزواج المؤقت. وعلى ذلك أهل البيت صلوات الله عليهم، يعني منهج أهل البيت مثل هؤلاء المفسرين القدامى على أن الآية الكريمة شرعت هذا اللون من الزواج. ولذلك كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول يعني ما لولا أن عمر بن الخطاب حرم المتعة أو الزواج المؤقت لما زنى إلا شفى، يعني إلا القليل، إلا القليل، وإلا لو أخذ الناس بهذا التشريع ما وصلوا إلى مرحلة الزنا، طالما أنهم يعرفون أن هناك بابا يستطيعون أن يدخلوا بالحلال فيه، نعم، فلا يذهبوا إلى الحرام. طيب سمحت الشيخ، يعني إنما سمي زواجا مؤقتا لأنه يحدد بوقت معين، نعم، تنتهي مدته، نعم، وتترتب عليه نفس أثار الطلاق في حال كان هناك علاقة زوجية كاملة، هناك عدة للزوجة. نعم، هناك فروقات يعني بين الدائم والمؤقت. هذا سؤالي، بماذا يفترق هذا الزواج يعني المؤقت عن الزواج الدائم؟ في الزواج الدائم يلزم الزوج بالنفقة، يلزم طبعا النفقة المشتملة على المسكن والمأكل والمشرب والملبس وغيرها من احتياجات الزوجة. في الزواج المؤقت لا يلزم بذلك إلا إذا اشترطت عليه في العقد، إذا لم تشترط عليه في العقد النفقة عليها لا يجب عليه ذلك. من الفروقات ما بين الزواج الدائم والمنقطع أنه في الزواج الدائم لا يشترط ذكر المهر، وبالتالي يرجع إلى مهر المثل أو غيره، بينما بالزواج المؤقت يشترط ذكر المهر، ولو لم يذكر المهر في الزواج المنقطع جهلا أو نسيانا أو عمدا لبطل العقد برأي السيد الأستاذ رضي الله عليه. طبعا في آراء أخرى لا يبطل. وإذا لم تذكر المدة نسيانا أو جهلا يتحول دائما، يتحول الزواج دائم إذا لم تذكر المدة، تحتاج إلى طلاق، يعني يصير حاله حال الزواج الدائم في هذا المجال. بالنسبة إلى العدة، يوجد عدة لكن تختلف عن عدة الدائم. في الدائم تحتاج إلى 3 قروء مثلا أو حيضات، في المنقطع تحتاج إلى حيضتين وليس إلى 3. طيب يعني هناك فروقات. بالدائم، بالدائم تحتاج إلى طلاق بشاهدين عدل بطهر لم يوقعها فيه. بالمنقطع لا، يكفي أن يقول لها وهبتك المدة المتبقية بينه وبينها، ما يحتاج إلى شهود أو غيره. سمحت الشيخ، يعني أفهم من خلال كلامكم
أن الشارع المقدس لكي لا يكون ظالما والعياذ بالله، أو لكي لا يكون تشريعه ناقصا، نظر إلى الحاجات الواقعية لهذا الإنسان، ومنها الحاجة الجنسية، وأراد أن يتعامل بواقعية مع هذه الحاجات. فكان الزواج الدائم أولا، وعندما لم يحل أو لم يحل الزواج الدائم كل المشكلة، كان هناك الخيار الثاني وهو الزواج المؤقت. إذن هو زواج ضرورة، ولكن هناك التسمية التي تطلق عليه. هذه التسمية قد تثير حفيظة بعض الناس عندما نحصر هذا الزواج بموضوع المتعة أو المتعة. ولذلك كان السيد فضل الله رضوان الله عليه لا يفضل استعمال هذه الكلمة، كان يقول الزواج المؤقت أفضل من زواج المتعة. نعم صحيح. يعني هو المشكلة عندنا أننا تتحول المسميات إلى حقائق شرعية بناء على ثبوت الحقائق الشرعية، وإلا هي اصطلاحات يعني مسميات. يعني أفرض مثلا لفظ الصلاة، لفظ الصلاة كان للدعاء، فأصبح لهذه الحركات التي نقوم بها من ركوع وسجود وقراءة فأصبحت حقائق شرعية. هل هذه طبعا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية عند الأصوليين أو غيرهم. فالكلام أنه لفظ المتعة أو التمتع كان سائدا في ذلك الزمن فسرى كأنه. هل اليوم مثلا لفظ النكاح مثلا في الزمن الماضي أو حتى في القرآن الكريم موجود هذا اللفظ، لكنه أصبح في المجتمع معيب، لا يستسيغه. نعم المجتمع، حتى استعمال هذا المصطلح في عقود الزواج أمام العروس، تجد بعض الناس يضحكون أو ويستهجنون، ولا يستهجنون، يستنكرون استعمال هذا المصطلح. فعلى كل حال يعني لا بأس مع تطور الزمن أو مع رؤية الناس في زمن ما هذه اللفظة أنها معيبة أن نبدلها، نستبدلها بلفظة أخرى. يعني شو المانع من ذلك؟ يعني اليوم مثلا مصطلح الذمي كان في القديم أمرا عاديا، ليش ما نطلق مثلا لفظ التعايش الإسلامي المزيحي، نستبدله مثلا الجزية، بدل ما نستخدم لفظ الجزية يعني الذي فيه لون من القسوة من الصغار. نعم، فنستبدله بضريبة دخل الدولة مثلا أو أي شيء آخر. نعم. يعني ما في مانع. ولذلك سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه يعني استحب أن يقول الزواج المؤقت بدل أن يقول المتعة. طيب سمحت الشيخ، قبل أن ننتقل إلى موضوع الشروط لهذا الزواج ومن التي يحق لها أن تعقد أو تجري هذا الزواج، هناك مسألة أيضا فهمتها من كلامكم. هل نستطيع أن نقول إن المسلمين اتفقوا في المنطلق لهذا الزواج وفي تشريعه واختلفوا في استمراريته؟ هل أنه نسخ أو لم ينسخ؟ يعني كان هناك اتفاق إسلامي على أن هذا الزواج كان مشرعا في عهد رسول الله. نعم، ولذلك في الرواية عن ابن عباس قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن الخليفة الثاني. نعم. قال إن أبي، عبد الله بن عمر قال إن أبي أفتى فتوى وروى رواية، فأخذنا بروايته وتركنا فتواه. قال له ابن عباس وما ذلك يا ابن عمر؟ فقال إن أبي قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء. فهذا اجتهاد من الخليفة عمر، رأى بأن الزواج المتعة في زمانه رأى تحريمه فحرمه. هذا لا يعني أنه نسخ هذا الحكم، برأيه هو حرام، لكن ليس يعني ذلك أن هذا الحكم نسخ، لأنه لم ينسخ لا في عهد رسول الله لا في آية ولا في هو حديث. هنا السؤال، هل يحق لأي إنسان حتى لو كان وليا معصوما كالأئمة عليهم السلام أن ينسخ حكما جاء به رسول الله، ونحن نعلم أن حلال رسول الله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة؟ خلينا أخذ جواب على هذا السؤال سمحت الشيخ بعد الاتصال الأول من الأخ علي. تفضل علي من لبنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. بدي أسأل سؤال تتم للسؤال الأسبوع الماضي عن تعدد الزوجات، في مانع؟ تفضل تفضل. حضرتكم قلتوا أنه إذا بالنسبة للزوجة الأولى إذا تزوج زوجها عليهم يحق لها
أن تطلب الطلاق في حال ذكر هذا الشرط في عقد الزواج. فالحال فينا نسأل إذا كان الحال كذلك فلماذا لا تعمم هذه الفكرة فيصبح هذا الشرط من ضمن عقود الزواج بحيث نستطيع أن نعطي الفرصة لكافة الزوجات؟ أليس هذا ما يساعد على تجنب المشاكل الكثيرة والكبرى التي تحصل وحاصلة في مجتمعنا، خاصة وأن هذا العقد الجديد لا يخالف كتاب الله؟ وشكرا. شكرا لاتصالك أخي علي. شكرا. سمحت الشيخ، هل إن تحريم عمر لهذا الأمر هو تحريم شرعي؟ السيد محسن الأمين رحمه الله في كتابه أصل الشيعة وأصولها يقول إن هذا التحريم هو تحريم إداري وليس تحريما شرعيا. ولك التحريم بيصير يعني حتى المجتهد أو الإمام يستطيع أن يحرم بس بالعنوان الثانوي لوجود مفسدة كبرى. يعني في فترة زمنية أذكر في الثمانينات أنا سألت سماحة السيد الأستاذ رضوان الله عليه شخصيا عن العقد على البكر، وكان قد ساد جو يعني غير صحي إذا صح التعبير بين المؤمنين، فقال لي بالحرف الواحد أنا أحرمه على البكر بالعنوان الثانوي. بالعناوين الثانوية يستطيع المجتهد أو الإمام أن يحرم شيء، طبعا على البكر ما حرمه مطلقا. ليس بيد الحاكم ولا بيد الإمام ولا الخليفة ولا أي أن يكون، ليس بيده أن يحرم أو يعطل حكما مدى العمر، بل بيده أن يعني يعطي رأيا مثل ما قال سيد محسن الأمين أنه تحريم إداري، رأى مفسدة معينة ربما في زمانه فأوجب أن يقول بالحرمة. وإلا هذه الحرمة لا يمكن أن تلغي تشريعا ما دام القرآن قد أثبته. إذن لو نستعمل إذن كلمة تجميد أو التجميد. أفضل من كلمة تحريم، لأن التحريم يذهب إلى يعني الذهن إلى التحريم الشرعي وكأنه يحرم ما أحل الله. خلي يكون تحريم بالعنوان الثانوي وليس بالعنوان الأول. يعني الحكم باق على ما هو عليه، لكن في فترة زمنية معينة جمد بعنوان التحريم. سمحت الشيخ، هل هناك شروط لهذا الزواج، لصحة هذا الزواج؟ ما هي الشروط الضرورية التي يجب أن تتوفر فيه لكي يكون هذا الزواج شرعيا؟ يعني أولا لابد أن يكون برضا الطرفين، هذا شيء طبيعي، وأن يكون الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج وإن صح خلاف ذلك. وثالثا لابد من الصيغة، يعني أن تكون بلفظ عربي صحيح. يعني هذه الشروط. ورابعا إذا كان العقد على بكر فلابد أن تكون راشد، والرشد طبعا يحتاج إلى شرح. يعني إذا كان في عندي خليني بس سمحت الشيخ ولو أقاطعتك، في عندي اتصالين. فضل. الأول من الأخ أبو عبد الله من تونس، تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربي يبارك فيك. أنا أبو عبد الله من تونس، حبيت أردت أن أسأل فضيلة الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، هل يمكن للإنسان المسلم الذي ينتمي إلى مذهب آل البيت في بلد لا يطبق الشريعة الإسلامية أن يقوم بالزواج المؤقت خارج القوانين الوضعية الموجودة في ذلك البلد؟ وخاصة أني قرأت في تفسير الفخر الرازي عندما يقول فخر الرازي: ويل لعمر إذا لم يكن له دليل، عندما حرم المتعتين، متعة الزواج ومتعة الحج. وبارك الله فيكم. شكرا لاتصالك أخ أبو عبد الله من تونس، تحياتنا لك ولكل مشاهدينا في تونس. أيضا اتصال من لبنان الحج جميل، تفضلي حجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تقديري واحترامي لكم لسماحتكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك حجي، تفضلي. مولانا، أنا بدي أسأل سؤال. تفضلي. الله يخليكم يا رب ويديمكم. بدي أقول لك، لما بتروح محرمة على المحكمة الشرعية الجعفرية الموقرة، انتبه لي على كلمة الموقرة، وبتقول لهم أنه جوزي
بيشتغل وبيروح يلعب بالقمار، وانا بشتغل وبصرف على اولادي وعلى بيتي، وانا طالب الطلاق منه لانه ما عم يجيني منه شيء. شو بيقول لي جوزة؟ انا بدي $60,000 منك لطلقك. والشيخ شو قال له بالمحكمة؟ القاضي بالمحكمة شو قال له يا مولانا؟ هان الطامة الكبرى، قال له اعطيه $60,000 ليطلقك. نعم حجي، بدل ما يقول له نعم حجي ومرتك حجي هذا الموضوع حجي حجي جميلة. هذا الموضوع سبق وطرح على القناة في هذا البرنامج، وقد أجاب سماحة الشيخ عن هذا الموضوع، وإن شاء الله إذا ضل عندنا وقت رح نرجع نعلق على هذه النقطة. ولكن يعني المسألة أن عقد الزواج ملزم للطرفين، فالمسألة تحتاج إلى حكم، إلى الحل بحكم شرعي. ما فينا نتهرب من الأحكام الشرعية ولا نتملص منها، ولكن هذا الموضوع لابد من الوصول فيه إلى التصالح بنحو من الأنحاء. سمحت الشيخ، كنا سألنا عن مسألة الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا الزواج. كنا نحكي عن الرشد نعم الذي يشترط في إذا كانت بكرا. إذا كانت بكرا. نعم. المقصود أن تكون راشد ليس في كل أمورها، أقله في موضوع الزواج. يعني قد تمتلك المرأة الرشد في إدارة عملها، قد تمتلك الرشد في البيع والشراء، لكن في مسألة الزواج ربما لا تمتلك الرشد، خصوصا إذا كانت صغيرة في السن 18-20 سنة يعني بهذا العمر. والمقصود من الرشد بعبارة واضحة هي ما بيضحكش عليها، بعبارة أخرى تعرف وليس السن القانوني من المفسدة في هذا الموضوع، وليس السن القانوني اللي هو 18 سنة أبدا. الرشد شرعا غير السن القانوني. ولذلك أنت بتشوف، يعني أنا في سؤالي مع الشباب اللي عادة بيتصلوا بقول له يشترط أن تكون راشد، بيقول لي مولانا أنا فوق 18. بقول له بدي أسألك سؤال، بينضحك عليها ولا المولانا المزوجين بينضحك عليهم؟ بقول له فإذا مش راشد ما بيجوز لك تعقد عليها. فالمشكلة إنه إذا بينضحك عليها يعني مش عارف مصلحتها وين، بعبارة أخرى. لأنه لو كانت عارف مصلحتها وين ما بتسلم نفسها في هذا المجتمع الذي لا يقبل المرأة عندما تتزوج أن تكون ثيبا ولا تكون بكرا. نعم إذا كانت كبيرة في السن فحينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني مش منخليها بلا زواج كل عمرها حتى تضل بكر يعني في هذا المجال. فيشترط، هذا هو معنى الرشد طبعا الذي يشترطه السيد الأستاذ رضوان الله عليه، وفي مراجع آخرين بيشترطوا إذن الأب يعني في هذا الموضوع. طيب سمحت الشيخ، في عندي سؤال دائما هيك ما يدور في ذهني. هذا التشريع الذي أنزله الله تعالى في قرآنه الكريم مثل باقي التشريعات، ما هي الأسباب التي جعلت هذا التشريع غير مقبول في الذهنية الاجتماعية للناس، في الجو الاجتماعي العام للناس؟ يعني إلى الآن الناس لا تتقبل هذه المسألة، شو الأسباب؟ هل هو سوء التطبيق؟ المشكلة أن الإسلام لم يطرح بشكل صحيح تاريخيا. الإسلام لا زال إلى يومك هذا في القرن 21 يطرح بطريقة خطأ وبطريقة مغلوطة من قبل من؟ من قبل أهل الدين. يعني تصور أنت بارع واحد على الفضائية إحدى التلفزيونات عم تقول له للشيخ، شيخ هل قدي عمام تقدي؟ عم تقول له أنتوا بتعبدوا الشيطان وبعطيك دليل من القرآن، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين، ولو إن مكر الشيطان كان كذا، أعطاته دليل أنه أنتوا بتعبدوا الشيطان، يا فاسقة يا زنديقة. شوي فهمها لغويا، يعني ما لا هو عنده ثقافة يقدر يرد ولا قادر يفهم الطرف الأغوى. أنا بظن يعني بين هلالين كنا بشي وصلنا بشي. نعم. بظن أنه هذول الفضائيات بتعمدوا يجيبوا مشايخ ما عندهم ثقافة دينية ليظهروا ضعف الإسلام. فالإسلام لم يطرح تاريخيا بشكل سليم وبشكل صحيح وبشكل، لذلك تجد أنه الناس لا تتقبل مثل هذه الأفكار، خصوصا أن هناك تحريم من قبل شريحة واسعة من المسلمين اللي هن السنة، إخواننا السنة، في تحريم لهذا النوع من الزواج. ولكن إخواننا السنة استبدلوا زواج المتعة بأنواع كثيرة هذه حلول من الزيجات، هذه حلول مؤخرة. يعني تاريخيا لا، ما كانوا هكذا تاريخيا. يعني في كان آراء علماء، يعني مثل ما تفضل الأخ من تونس
بارك الله فيه، عن الفخر الرازي عندما علق على موضوع التحريم بالنسبة للخليفة عمر، فكان العلماء يبدون آرائهم وليست حالة عامة بين السنة، بينما اليوم أرادوا أن يوجدوا حلولا فطلعوا بزواج المسيار أو زواج الماي فريند أو زواج شو بيسموه الزواج العرفي بمصر مثلا، وإلا هي مسميات يعني نفس الشيء تقريبا، بس أنه يريدون أن يعني يلتفوا حول الموضوع، يلتفوا حول الزواج. بكل الحالات لا يقبل الناس الإسلام بشكل صحيح أو التشريعات الإسلامية بشكل صحيح، لأنها لم تطرح تاريخيا بشكل صحيح، وإنما طرحت بالعصبيات. ما طر يعني نحن وقت نطرح المتعة أو العقد المؤقت عم نطرحه مقابل تحريم السنة، ونقول بأنه من لم يتمتع فعليه كذا وكذا، وهذا ما قام به عمر بن الخطاب وهذا ما كذا، يعني عم نطرحه بشكل معاند إذا صح. نعم سمحت الشيخ. والسنة نفس الشيء، وقت اللي بيجوا أنتوا أهل المتعة، أنتوا أولاد متعة، أنتوا أولاد كذا، أنتوا أولاد كذا، يعني ما في فهم لا عند السنة بطرحهم لا عند الشيعة بمن يطرحون بمثل هذه الطريقة. آسف يعني الكلام بهذا المنطق، بس هذا منطق متخلف. طيب سمحت مش منطق عم نطرح احنا تشريع بما هو هو حتى لا نتبادل، حتى لا نتبادل هذه التهم. لا 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 سؤال لا لا هذا ما نسمعه على الفضائيات. لا انا عم بستعير هذه هذه فضل. الكلمات اللي تفضلت بها لكي اسال حتى لا يتهمنا احد باننا اولاد متعة، هل كان معروفا تاريخيا عند الصحابة ان رسول الله صلى الله عليه واله او امير او امير المؤمنين قد طبق هذا الزواج؟ طيب. محمد بن الحنفية ابن متعة، محمد بن الحنفية ابن زواج مؤقت، ابن أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين، نعم، وهو محل تقدير واحترام عند كل المسلمين. نعم يعني ما في مش أمر معيب، بعبارة أخرى نحن اللي لبسناه ثوب العيب، ولا هو ليس أمرا معيبا ما دام تشريعا موجودا ويوجد هناك حاجة في المجتمع. يعني أليس من حق هذه المرأة التي صار عمرها 28 و30 سنة أن تتزوج؟ نعم. طيب إذا لم تجد زواجاً ماذا تفعل؟ بتقول لها صومي صومي؟ يعني هذا حل غير واقعي. إخواننا السنة هيك، عليك أن تصوم. خاصة في ظل هذه الأجواء التي يعيش فيها الشاب والفتاة حالة طوارئ. مفتوح على مصراعيه يعني الإثارات الجنسية على التلفزيونات، على الفيسبوك، على الكذا. بيجيك على صفحتك انت وما بعرف شو كما يقول لي بعض الاخوان يعني. فالكلام انك تجي انت تحر تقول له صوم صوم صوم، يعني انت بضل كل عمره صايم، هذا ليس حلا. الاسلام دين واقعي، دين عاقل، دين يحاول ان يوجد الحلول الواقعيه للانسان، ولذلك يعني هذا تشريع طبعا، وليس كل جائز يجب ان نرتكبه. يعني هذا كمان في مفهوم غلط انه والله خلص ما دام هذا جائز فعلينا ان نرتكبه. لا، مش كل جائز يرتكب، ما دمنا لسنا بحاجة إليه ليش بدنا نجي نرتكب يعني نرتكبه أو نعمل خلل، مثل ما قال الأخ الكريم في اتصاله، بحيث نعمل خلل في الواقع في البيت الزوجي، خصوصا في زماننا غير متقبل مثل هذا الأمر أو كذا. فليس كل جائز يرتكب، فليقتصر في ذلك على ذوي الحاجات يعني في هذا الموضوع، في حال الضرورة يعني. طيب في عندي اتصال أيضا، الأخ حسين من لبنان، تفضل حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية على الطرح. الله يبارك الله فيك يا رب. في رواية ببحار الأنوار عن الإمام جعفر الصادق يقول لا تفعله عندنا إلا الفواجر عن زواج المتعة، ممكن تبينون إياه؟ لا تفعله عندنا إلا الفواجر. أيوة. نعم. في بحار الأنوار. نعم. يعطيك العافية. طيب شكرا لاتصالك أخ حسين. سمحت الشيخ بدنا نروح لفاصل، وبعد الفاصل بنبلش بأسئلة المشاهدين وأسئلة الواتساب. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل قصير ونعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا. من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام ومستمعين الأحبة عبر أثير إذاعة البشائر. سمحت الشيخ،
الأخ علي من لبنان في القسم الأول قال في الحلقة الماضية قلتم إنه يحق للمرأة أن تطلب الطلاق في حال تزوج عليها زوجها إذا كان هذا الشرط مذكورا في العقد وأصبح شرطا لازما. يقول لماذا لا تعمم هذه الفكرة في عقود الزواج حتى نتجنب المشاكل التي يعني تكثر في مجتمعاتنا؟ هاي نحن نعممها ونتحدث على التلفزيون وعلى الراديو، هي موجودة في الرسائل العملية وموجودة في رسالة سماحة السيد الأستاذ. إذا يحق للمرأة أن تشترط أي شرط ومن ضمنها هذا الشرط أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها إذا تزوج عليها، إذا ضربها، إذا هجرها، إذا لم ينفق عليها، إذا يعني ما تحتاج إلى رفع أمر إلى الحاكم الشرعي وتنتظر، يعني مثل سؤال الحاج الجميلي، ما تحتاج إلى أنه والله تنتظر الحاكم الشرعي لحتى يطلقها، طالما أنه هو مش عم ينفق عليها فيها ترفع أمر الحاكم الشرعي وبيطلقها بعد حين. لكن أفرض مثلا هي ما بدها تنطر هاي الفترة، بتشترط عليه أنه والله مثلا أنتوا بالشرع مثلا صبي لسنتين أو لسبع سنين البنت أو كذا، إذا صار طلاق بده يخلي الأولاد معي حتى البلوغ وبعدين بيتخيروا، بستطيع تشترط عليه أي شيء، فهذه الشروط جائزة ويمكن لها أن تشترط. هلأ ليش لا نعممها؟ لأنه نحن عم نعمم، هلأ غيرنا ما بعرف ليش. نعم سمحت الشيخ، عندي يعني سؤال تعقيبي على هذا الموضوع، ولكن خليني أخذ اتصالين. معي أبو محمد من لبنان، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله. حياك الله حبيبي. الله سبحانه وتعالى عندما يعني أمر الإنسان بالتكليف أمر المؤمنين. نعم. يعني هو يعني موجه للمؤمنين، فإذا كان هناك إيمان لدى الشخص فلن يكون هناك أي سوء بعد ذلك. نعم. الزواج الدائم هناك محاكم توثقه. نعم. ويضمن حق الزوجة وحق الزوج. أما في الزواج المؤقت ليس هناك وثيقة تضمن حق أحد الطرفين. ربما هنا يستغل هذا الأمر بالفساد. فما رأي سمحت الشيخ بهذا الموضوع؟ نعم موضوع مهم. شكرا لاتصالك أخي أبو محمد. أيضا اتصال من سوريا الأخت أم حسن، تفضلي. السلام عليكم أختنا الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك قبل ما أدخل بموضوع المتعة المؤقتة، نعم. يعني اللي بيقولوا الاشتراط، لا اشتراط على شرع الله، يعني لا يحق للمرأة أن تشترط ولا يبطل العقد بأي كان، وأجمع كثير من العلماء بأن لا يتزوج الزوج عليها، وهذا بالعكس في خراب للبيوت إذا بدنا نهيئ المرأة بنفسيتها للأسف الشديد بما يخالف فطرتها بأن تتقبل الزواج الثاني. واللي فعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هو أكبر رحمة للمرأة. نعم. ويجب أن نتبع الرسول بما فعله مع النساء، وأن لا نشرع تشريعات جديدة نحن من عندنا ونفهم المرأة، والمرأة تقتنع بأنه الزواج الثاني هو هدر لكرامتها، بالعكس تماما. أكون هذا بحث طويل. نعم. بالنسبة لهذا البحث الجديد، فضيلة الشيخ عم بيقول أنه في هناك مصوغات أنه للزواج للمتعة المؤقتة، لا أسميها زواجا إطلاقا، لأنه هو معناته أنه عدم القدرة على الزواج من فاقة، وهذا هو عدم ثقة بالله سبحانه وتعالى وتعليم أهل بيت النبوة استنزل الرزق بالنساء، لأنه كل ما تزوج الإنسان وإذا دخل من نعاني من الفاقة معناته وين المؤمنين أنه رب العالمين هو الرزاق، أو على عدم التقبل الاجتماعي. كل الرسالات الدينية هي إجت لمحاربة المفاهيم الاجتماعية الغير أخلاقية والغير مسؤولة، ونحن بهذا الأمر بالعكس عم نسجل على عدم المسؤولية، أو أنه من دراسة أو غير دراسة نحن بنعرف كثير ناس كان من أهل اليمن بالذات وغيره، الإنسان لما يبدو يكمل دراسته بأقباله وبتفهم أكثر وبإبداع أكثر كانوا يزوجوه. نعم. كان يزوجوه صغير في السن حتى يرتاح ويبدع. أختي أم حسن، وضحت الصورة. كان هل الشرع ناقص إذا نحن شرعنا المتعة المؤقتة؟ ما رب العالمين شرع الزواج المسؤول،
يعني هل يكتمل الشرع برأيكم إذا المتعة المؤقتة اللي بتكون على حساب كرامة المرأة، لأنه هي المرأة دائماً على كل حال. أختي أم حسن وضحت الصورة. نعم أختي أم حسن شكراً. أختي أم حسن بس لو تسمعيني، شكراً لاتصالك بداية، وتحية لك ولكل المشاهدين في سوريا. الفكرة وصلت والسؤال واضح جداً، إن شاء الله تابعينا حتى تسمع الجواب. معي اتصال الأخت فاطمة من لبنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. مش عارف يعني كيف بدي بلش، بيأسفني أن أحكي هيك موضوع. أنا من عينيتها، عنا جامعين بعينيتها، معلش بدي هيك أحكي لك التفاصيل شوي. نعم. عنا هالجامعين، في أحد جامعة تابع لسيد محمد حسين وجامعة تابع لجماعة تانية. نعم. فأحد جيران الجامع اللي هو الجامع الأساسي بالضيعة اشتكى منه من زاج من أذان الصبح، فقاموا وقفوا أذان الصبح. تخيل أنه بعيناتها ما فيش أذان صبح. فقاموا قرروا أن يعملوا أذان صبح بالجامع الثاني. فأحد الجيران زعج لأنه يعني جكارة، مع أنه ما بيفقش على أذان الصبح ولا عنده يعني. فقام بدي جكارة بدي وقف أذان الصبح بالجامع الثاني. فشو رأيك، شو رأيكم أصلا بالموضوع كله يعني؟ شكرا لاتصالك أخت فاطمة. شكرا شكرا. سمحت الشيخ، بالنسبة لموضوع الاشتراط في العقد، يمكن أنا بدي أحط حالي محل أهل العريس. يمكن مش كل الناس بترضى أنه يكون في شرط على ابن هون أنه أن تكون الزوجة وكيلة عن ابنهم في طلاق نفسها إذا تزوج عليها. هل نستطيع أن نجد حلا وسطا في هذه المسألة بغض النظر عن رأي أختنا حسن بهذا الموضوع؟ مثلا الحل الوسط أنه نحط الوكالة بيد مثلا عالم نثق به. ما في مشكلة الوكالة بمن يعني تكون بيد من، ما في إشكال. يعني أنا سؤالي أنه مش محصول بموضوع أنه الوكالة بيدها، وفيهم يخفوا هذا الشيء عن الناس. يعني بيتفق الزوجين مع بعضهم البعض فيما اشترطوا عليه، وعندما نذكر صيغة العقد أمام الناس نقول وبما اتفقا عليه من شروط أو بالشرط المعلوم. ومش بالضرورة أنه نذكر على شو اتفقوا بين وبينها، يعني كافي هذا الشيء. نعم. أو مثلا بنحط الوكالة بإيد حدا، بإيد بيها، بإيد خيها، بإيد بيو، بإيد حي الله عدن، ما في مشكلة. طبعا بنكون من طرف الزوجي حتى يرفعوا الحرج يعني في هذا الموضوع، ما في مشكلة. الأخ أبو عبد الله من تونس، طبعا على ما يبدو في بعض البلدان فيها قوانين وضعية تمنع الزواج الثاني فضلا عن موضوع الزواج المؤقت. يقول هل نستطيع أن نخالف هذه الأنظمة الوضعية ونعقد مثلا زواجا مؤقتا؟ كلام بهاي الدول التي تمنع الزواج الثاني يوجد صداقات، مش هيك؟ هي تبيح الصداقات الماي فريند وما بعرف شو مشاك. فهو عندما يريد أن يقوم بعلاقة مع أي صديقة يفهمها بلغتها أنه حتى تصبح العلاقة حلال بديننا نحتاج إلى إقامة صيغة معينة، ويفهمها هذا الشيء. وهذا فإذن يجوز أن يخالف الأنظمة الوضعية. نعم. في عندي مش يجوز، يجب عليه إذا كان يريد أن يقيم علاقة مع صديقة أو مع كذا أن تكون بالطرق الحلال. طبعاً أكيد. في معي اتصال أيضاً الأخ حمزة من لبنان. تفضل حمزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. السلام عليكم سمحت الشيخ ياسر. الله يبارك فيك. الحمد لله على السلام بين عليك نجرب يمكن أو شيء. الحمد لله. الله يسلمك شكراً. مهم الله يطول بعمرك يا رب. الله يخليك يا رب. بس لفتني على السريع، كنت عم تحكوا عن موضوع الزواج المؤقت. نعم. فقط كنت من مدة عم بتسمع للشيخ بتولي الشعراوي. نعم. رحمه الله. أول شيء يعني حتى ما ينفهم غلط أنه أنا عم أزعل الشيعي، ولكن بدي بس أسأل السؤال. نعم. كان عم يحكي سمعت الشيخ الشعراوي أنه حل الزواج المؤقت لفترة معينة، يعني على أيام النبي محمد كان الزواج حلال. نعم. وحكي مش رجعش بحكي أنه حرم أو حرمه الخليفة عمر. نعم. هلأ أسأل السؤال اللي يطرح نفسه هنا، هل أول شيء يحق لخليفة معين أن يحرم مسألة أباحها رسول الله؟ نعم. هذا من ناحية. نعم. وإذا كانت الإجابة أنه لا يحق له أن يحرم ما حلله الرسول، طب هناك العديد من المراجع تحرم أشياء يمكن أنه كانت
مباحة أيام النبي محمد. نعم. هذا الموضوع طبعا أنا سألت عنه هذا الموضوع في سياق الحلقة وسمحت الشيخ أجاب عنه، ومع ذلك إن شاء الله سوف نطرحه في إذا ما تسنى لنا الوقت. إذا ما تسنى لنا الوقت أخ حمزي، بل بتتابع الإعادة إن شاء الله عشان تسمع جواب على سؤالك. شكرا لاتصالك. شكرا. سمحت الشيخ، الأخ حسين من لبنان بقول هو قرأ في بحار الأنوار حديثا عن الإمام الصادق أن الزواج المؤقت أو زواج المتعة لا تفعله عندنا إلا الفواجر. يعني الفاجرة تسأل عن الشرع؟ ما بطلانه معه، هكذا حديث إذا كان في مثل هذا الحديث. أنت سامع بهذا الحديث؟ لا مش سامع فيه، بس لو فرضنا في بكتبنا ملان الأحاديث المكذوبة، يعني بكتبنا وبكتب المسلمين كلهم يعني. فلو فرضنا في هيك حديث، هذا الحديث باطل والإمام ما بيحكي بهالطريقة. الإمام مش شغلته أنه يسبسب بالناس بهالطريقة هذه. لا تفعله إلا الفواج. أصلا الفاجرة لا تسأل عن حكم شرعي، عن حكم شرعي ولا عن عقد يحلل العلاقة مع الرجل ولا عن كل هذا الموضوع. نعم. الأخ أبو محمد من لبنان بيقول أنه مشكلة الزواج المؤقت أنه قد يوقع المرأة في بعض المشاكل، منها عدم توثيق هذا العقد، بالتالي حقها أحيانا يضيع، خاصة إذا كان هناك حمل، يعني قد ينكر الزوج بالزواج المؤقت هذا الحمل. نعم. لماذا لا يوثق هذا هذا الأمر؟ بس خلينا نأخذ اتصال من تونس مع الأخ أبو فاطمة من تونس. تفضل أبو فاطمة. نقطع الاتصال، نأمل أن يعيد الاتصال. تفضل سمعت. نحن دعينا إلى ذلك منذ فترة، أنه أن يعني يوثق مثل هذه العقود حتى لا يخل الرجل بالتزاماته. لكن بكل الحالات حتى لو لم يوثق، هلأ صارت محلول القصة إلا في على رأي بعض المرجعيات في مشكلة، لا يعترفون بموضوع بفحص الDNA. فحص الDNA. لكن هل ما بيعترفش بفحص الDNA أنه يثبت نسب، حينئذ يعني يفضل أنه يصير في تسجيل في الدوائر، وأنا بضم صوتي لصوته. طيب، ما في مشكلة. أختنا أم حسن طرحت موضوعين. الموضوع الأول علقت على موضوع أن تشترط الزوجة أن يكون أن تكون وكيلة بالطلاق في حال تزوج عليها. بتقول لا شرط ولا شروط على أحكام الله تعالى وعلى حلال الله، هذا الشرط لا يصح. يعني أنا ما بعرف الحجة أم حسن بارك الله فيها، هل هي مجتهدة في الدين أو لا، صاحبة رأي يعني أو لا، لأني شعرت بأنه في تناقض بقولها. يعني أول شيء بتقول أنه الزواج الثاني وأباحت ذلك وما بعرف شو شوي، راحت لزواج المتعة لغته نسفته من أصله شوي. إحنا عم نحكي في تشريعات، واستنكرت أن يكون يعني نعم. أصلا تفسير هذه الآية به حتى الشروط لا شروط على كتاب الله. مين اللي قال لا شروط؟ هاي الشروط هي شرع، هاي الشروط شرعها الله مش إحنا شرعناها. هذه الشروط هي في أحكام عندنا اسمها أحكام أولية وفي أحكام بديلة. يعني وقت اللي رب العالمين جعل، قلناها مرارا، وقت اللي رب العالمين جعل القيمومة بيد الرجل، هذه الحالات الطبيعية، بس في أحكام بديلة حتى لا يستأثر الرجل دائما بقيمومته على المرأة. فتستطيع المرأة عندما تشعر بخوف من هذه الزيجة وتريد أن تتمها وأن تحفظ حق الرجعة وتحفظ نفسها بمثل هذه الشروط، وطالما أن الشريعة أباحت لها هذه الشروط. إحنا هاي الشروط مش جايبينها من بيت أبونا، هاي الشروط جايبينها من الشرع. سمحت الشيخ، بعدين جايبينها من السنة الشريف. يمكن الشرط فيه مشكلة بيصير، يعني كلامها صحيح إذا كان فيه شرط محرم. وكل كلام الشرط المحرم سلبي بانتفاء الموضوع أصلا، يعني لا يجوز. قد يكون كلامها صحيح حتى بقى. لو اشترطت شيئا محرما الشرط لا يقوم، لا يجب الالتزام به. لكن الكلام هل يجوز لها أن تشترط ذلك؟ حتى لو اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها ثانية وتزوج، هو يرتكب حرمة بمخالفة الشرط، لكن زواجه الثاني صحيح. نعم، إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها إذا تزوجت، تستطيع أن توكل طالما العقد شرعة المتعاقدين. كلام مش على هوانا، كلام العقد شرعة المتعاقدين والشريعة أباحت ذلك. طالما أنه هو قبل بأن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها، يعني معناته أعطاها الوكالة، وهذه شغلة شغل طبيعي. ألزموهم بما ألزموا أي واحد بيطلق، بيجي مثلا شيخنا وكلتك بطلاق زوجتي مثلا،
وقبلت الوكاله وراح طلق له زوجته مثلا، شغله طبيعيه جدا. يعني ليش الشروط لا تاتي الى بعدين؟ قضيه زواج المتعه انا ما دخلت بالتفاصيل كلها. زواج المتعه، زواج المؤقت، بتسميه ما بتسميه مش مشكله. شو بتسميه؟ المتعه المؤقته لا تعترف به زواج، تصطفل. هذا رايها. هذا تشريع الهي، اي 24 من سوره النساء: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وعلى كيفك، قرآن مش أنت بتفسري ولا أنا بفسره. قرآن أول شيء بدنا نرجع للغة، بس تكوني من أهل اللغة وكون أنا ما عندنا مشكلة، لك الحق في أن تفسري إذا كنت من أهل التفسير، ولي الحق أن أفسر إذا كنت من أهل التفسير. طالما أنا عم أقول لك، في ابن عباس وهو من الصحابة، ابن مسعود وهو من الصحابة، ابن جبير، أبي بن كعب من الصحابة، من التابعين، الحسن الجبائي، فلان، كبار الصحابة والتابعين المفسرين الأوائل فسروا الآية الكريمة بالزواج المؤقت. وعلى كيفك أنت تجي تقولي لي لا هذا مش تشريع وهذا كذا وهذا كذا؟ لا، هذا تشريع أنت لا تقبلين به، هذا موضوع آخر. أضف إلى هذا، عفوا لو سمحت لي، أضف إلى هذا، هذا من قال أن هذا استنقاص من شأن المرأة؟ مين قال هذا الشيء؟ لماذا يحق لك أنت أن تتزوجي أو فلان أن تتزوج ويوجد نسبة من النساء عددهن يربو مع كل مرة في 14 أو 15 مرة بالعالم غير قادرة، مع كل رجل في يعني وحدة بتتزوج في 7 مقابلة، هلا وصلت لنسبة 14. ما بدي أدخل بالنسب، مين قال إنه هول 14 حرام عليهم يتزوجوا فقط لحتى لي جنابنا مش قبلانين التشريع؟ أنا مش عم دافع مين بده يتمتع ومين ما بده يتزوج مؤقتا، أنا عم أقول هذا تشريع إلهي، والتشريع الإلهي ما بيجوز لنا نيجي ننقضه لمجرد الهوى. طالما أنه ثابت، نقضه الخليفة عمر لأنه رأى مصلحة إدارية غير إدارية، لكن لا يحق للخليفة عمر أن ينقضه مدى الزمان. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وما ادعي بأنه توقف هذا التشريع فيه من قبل في أواخر عمر رسول الله لم يثبت بسند صحيح، وما نسب إلى علي أيضا لم يثبت. وأنا عم قلكم محمد بن الحنفية ابن عقد متعة، ابن عقد منقطع، ويكفي قول علي عليه السلام: لولا ما نهى عنه عمر من أمر المتعة لما زنى إلا شفى، أو في رواية إلا شقي. في معي اتصال أخير لحلقة الليلة، محمد من لبنان، تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. نحن لما نشوف نسبة الشباب المرتفعة للإقبال على زواج المتعة، بسبب ظروف اجتماعية متعددة يطول ذكرها، هون مش لازم يتحرك المعنيين خصوصا علماء الدين حتى يلاقوا حلول للشباب يقدروا يتزوجوا زواج دائم؟ هذا هو الطريق الأفضل للحياة الزوجية. وثانيا مثل ما الصدقات للأيتام وللمساكين، ما ممكن أيضا بظل هذه المشكلة الاجتماعية للشباب أنه نعمل أيضا تجميع أموال من أجل إنشاء مؤسسات للزواج الشباب وإرشاد الشباب؟ وكمان ثالثا مش بيتوجب على علماء المسلمين، طبعا أعمل أغلب ما مش من الكل ده، لما يطلعوا على المنابر ويقولوا علي بن أبي طالب لم يؤفي إنه ما أفى يوم إلا وأقام فيه زواج متعة، إنه يطلعوا يرشدوا الشباب ويعطوهم تحذيرات وتوجيهات كيف بيقدروا يتوقوا الزنا، أو إنه ما يلجأوا للزنا، وكيف بيقدروا يلجأوا لأمور بتساعدهم إنه يصبروا على الغرائب. نعم أخ محمد، يعني حضرتك حطيت الإصبع على الجرح تماما، ويمكن سمحت الشيخ ياسر لا تخلو خطبة له ولا مداخلة إذاعية أو تلفزيونية إلا وينادي بمثل ما تنادي، وإن شاء الله نقدر نعطي حقه لهذا الموضوع في آخر الحلقة. شكرا لاتصالك أخ محمد. أنا في بس تعليق بسيط، أنه استنزلوا الرزق بالنساء، ماشي، في أمور واقعية. هي قالت انه اقناع الشباب انه مش قادر تتزوج، هيدي انه هذا سوء ظن بالله، قلة ثقة بالله. طيب شو رأيك وقت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قلة العيال احد اليسارين؟ شو قلة الثقة بالله؟ قلة العيال احد اليسارين. يعني بدك تكون بيسور، خفف اولاد، لا تكتر اولاد، يعني شو هذا قلة الثقة بالله؟ طيب. في احيانا واقع بيفرض على الانسان
انه يفكر بطريقه عقليه. طيب هلا الان هذا اللي بيجيبوا 7-8 اولاد وبزتوهم بالشارع وبيطلعوا اخر شيء اولاد شوارع، احسن والله يجيب له ولد واحد يربيه ويعلمه مثل الخلق. اثنين يا خي اثنين، مش عم اقول فرضا، عم بحكي فرضا. يعني عندك نسبه، تفضل يعني عندك نسبه من من المسلمين ما خاصه بالعقل ولا خاصه بالمنطق. على فقصه تستنزل الرزقه بالنساء معلش يعني مش كل شيء بدنا له. اذا صح النقل لابد من توجيهه بظرف معين بحال معين. طيب الاخت فاطمه طلعت مشكله انه في مسجدين بعيناتها تعطل اذان الصبح في احد المساجد والان هناك سعي لتعطيله في المسجد الثاني، ما رايكم باصل الموضوع انه يتوقع؟ يعني هذا من الخطا الكبير، هذا يعني غلط جدا انه حدا انزعج. الاذان لازم يكون يبقى موجود، فينا نخفف الصوت بشكل يعني ما نقدر نزعج حدا، بس انه نلغي الاذان بالمره. فينا ما نحطش قران دغري ناذن، بس انه نلغي الاذان بالمره هذه طريقه غير سليمه وغير صحيه. طيب بدي اختصر انا سؤال الاخ محمد بنقطتين، لانه الا يتوجب على العلماء تحذير الشباب من الزنا؟ هذا امر يعني مفروغ منه، يعني هذا اقل الواجب على العالم المبلغ. صح. الداعيه. صحيح. ان يحذر الشباب من هذه المسائل، ولكن لماذا لا يتحرك المعنيون من علماء دين وغيرهم من خلال علاقتهم بالميسورين لتأمين حلول لهؤلاء الشباب بأن يؤمنوا لهم مساكن؟ أنا سمحت الشيخ بعرف حالات، سمحت السيد فضل الله أجازة لبعض الميسورين أن يبنوا شققا صغيرة من الحقوق الشرعية لهؤلاء الشباب، وفعلا هذه المشاريع تمت في بعض القرى. هل نستطيع أن نشجع أو نعمم هذه الحالة؟ هذا اللي دائما ندعو له، وقت اللي قلنا يا زماعة بدل ما دايرين نذهب المقامات والذهب اللي ما بعرف شو، خلينا نعمرها بطريقة لائقة ونصرف هذا المال بطريقة أخرى. لهذا الإمام علي عليه السلام وقت اللي راح زار صاحبه وكان مريضا وشاف عنده بيت كبير، قال له شو بدك بهالدار الواسعة؟ هل ادخرتها لآخرتك؟ نعم تستطيع أن تكري فيها الضيف، أن تصل فيها الرحم إلى آخره، عمل لك غرفتين هون، زوج لك شاب، عمل لك كذا. فمقصود أنه يعني نحن سواء كان الحق الشرعي من زكاة أو خمس عند كل المسلمين أو كانت التبرعات، ليس هناك توجيه وترشيد صحيح. يعني ما هي المشكلة؟ بيطلع لك بعض المشايخ بردوا عليك بيقول لك هذا إذا واحد تبرع لازم، مين اللي قال إذا تبرع لازم أني أصرفه هون؟ ما أنا حاكم شرعي كمرجع، إذا كنت أنا مرجع وحاكم شرعي لي التصرف بهذا المال عندما يأتي إلي تبرعا لتذهيب مقام أو لتوسيع ما بعرف شو، إلي حق كحاكم شرعي أن أصرفه في مكان آخر. طيب سمحت الشيخ، في صدقات المصلحة. في صدقات، في أموال، في نذورات، في أموال فينا ردك. فينا نجمع، يعني أنا بعرف ناس من بعض البلاد الصديقة الإسلامية الصديقة من أصدقائنا يدفعون تبرعات وصدقات بعنوان تزويج الشباب. أنا قلت هذا مرارا أنه بدل ما قاعدين نعمر مساجد ونعمل مساجد فخمة، خلينا نعمل مشاريع مثل ما كان سيدنا رضوان الله عليه، نعمل مشاريع بشقق ويا خي مش ببلاش، ناخذ منه أجار يا خي 200 دولار بالشهر لعلى 10 سنين 20 سنة بسد حقها، بس بتصير له، وبرجع بعد 20 سنة بنعمل مشروع تاني بنحل مشاكل طويلة عريضة. نعم. بس هذا مين؟ المسألة بحاجة إلى ترشيد، بحاجة إلى ترشيد ومن الكبار، يعني مثل حكايتنا ما حدش بيرد علينا. بدك ناس كبيرة. أنت كبير مولانا. الله يخليك. سؤال، هل يجوز الزواج المؤقت من بنات الهوى ولو كنا نعلم أنها لا عدة لها؟ بس خليني بس علق قبل، أنه الإمام علي ما كانش ينام ولا ليلة، يعني هذا هذا ليس صحيح. هذه المشكلة اللي بعض بتبجح فيها للأسف ويهين أمير المؤمنين، هذه إهانة لعلي عليه السلام. نعم مش صحيح هذا ما يتناقل على الألسن عند الشيعة، غير صحيح. هل يجوز الزواج المؤقت كما يقول السائل من بنات الهوى ولو كنا نعلم أنها لا عدة؟ برأي السيد الأستاذ لا، لا يجوز ذلك، لأنهن لا يقصدن العقد بل يقصدن المال. طيب بالنسبة للرجل الذي يطلق ثلاثا، من المعروف أنه لا تحل زوجته إلا بزواجها من آخر، فهل يجوز أن تتزوج ويطلقها الثاني لإرجاعها للأول؟ وكيف يبنى زواج على أساس الطلاق؟ انه كيف بده يكون في زواج هو عارف انه قبل بوقت رح يطلق؟ اول شيء عندما يطلقها ثلاثا
وبعد أن تنتهي عدتها في الطلاق الثالث لابد أن تتزوج، وهذا نوع من تأديب للرجل. والزواج الزواج مع كل ملحقاته كله ليس كله. فقط العقد. وأنت لا تستطيع أن تلزم الزوج المحلل إذا صح التعبير بالطلاق. أن يطلقها. أفرض مثلا تزوجها وأحبها ولا يريد أن يطلقها فله ذلك، ما حدا بيقدر يجبره على طلاقها. لكن هذا نوع من التأديب للزوج، أنه أنت أول مرة فهمنا طلقت، ثاني مرة فهمنا، وين عقلاتك ثالث مرة؟ فإما أنك تريد هالمرأة أن تستمر معها أو لا تريد. طيب خليني بس نعطي الجواب النهائي نختصر الجواب، أنه هذا العقد أنه لا يكفي مجرد العقد من الزوج من الرجل أبداً. الثاني لابد أن يكون زواج دائم، يكون زواج حقيقي دائم وأيضا يدخل بها بشكل طبيعي، وحتى لو كان عارف أنه أنا بدي أطلق بعدين ما فينا نجبره على الطلاق إذا هو ما عاش بده يطلقها مثلا، بيطلق بتعتد منه بعدين. طيب هل تكليف الصلاة للمرأة من سن التاسعة؟ برأي السيد الأستاذ لا، من نعم. سن إما الدورة الشهرية أو 13 سنة هجري، يعني 12 سنة و8 أشهر تقريبا. طيب بخصوص موضوع الحلقة الليلة، هل يجب الإشهار في زواج المنقطع؟ لأنه هنا في العراق كما يقول السائل من العراق أصبحوا يعملون بزواج المتعة بشيء ممكن يعطي مستمسك مما يترصدون لمذهبنا بشيء مسيء. ثانيا في حال انتهاء المدة هل يجوز تجديد العقد من الشيخ من الشخص نفسه؟ من الشخص نفسه نفس الشخص يجوز له أن يجدد بدون يعني بدون أن تعتد منه إذا نفس الشخص، نعم يجوز تجديد العقد. أما قضية الإشهار يعني أنا قلت يعني إذا صار وحصل أنه نسوي تنظيم لهذه المسألة ويكون لها محاكمها الخاصة فليكن، وإلا خل تبقى سرية أحسن. سمحت الشيخ طبعا يعني الأسئلة كثيرة ولكن دائما الوقت يداهمنا، نشكرك جزيل الشكر سمحت الشيخ ياسر عودي. الشكر موصول إليكم مشاهدين الكرام مستمعين الأحبة، نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت، حتى ذلك الحين نترككم برعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.